البداية مع الخبر الذي كنا قد قمنا بتغطيته في الأسبوع الماضي، لا جديد فيه. يتعلق الأمر باختفاء الطفل أحمد بوخاتم، ولاية تيارت وتحديدا في المنطقة التي اختفى فيها هذا الطفل في غابة البزاز. حتى الآن ما تزال عمليات البحث مستمرة من طرف الجميع، من طرف مصالح الحماية المدنية، الشرطة، الدرك الوطني، حتى الجيش الوطني الشعبي. المواطنين أيضا يقومون بما عليهم للبحث عن هذا الطفل المختفي لليوم الخامس أو السادس على التوالي. كنا في المرة الماضية تطرقنا إلى خبر اختفائه وإلى تفاصيل هذا الخبر، وأيضا هنالك حالة غموض لأنه لا أثر لأي شيء يدل على أن الطفل أحمد بوخاتم موجود في المنطقة، خصوصا أنها منطقة صعبة جدا من حيث التضاريس وأيضا من حيث طرق البحث، لأنه تقريبا مع ساعات المساء هنالك حالة ظلام، تتوقف عمليات البحث، تستمر مع الضوء. المواطنون يقومون بما عليهم، هنالك هاشتاغ كلنا أحمد بوخاتم ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأوقات. وعن جديد هذه الحادثة التي يتفاعل معها ليس فقط سكان تيارت بل كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معنا عبر الهاتف زميلي مراسل الشروق نيوز في تيارت عادل مواز. عادل، مساء الخير، مرحبا بك، وما الجديد في قضية أحمد الطفل؟ مساء النور، مساء النور زميلي قادر، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الشروق. إذا آخر تطورات القضية، قضية الطفل المفقود أحمد بوخاتم والتي تدخل يوم. طيب يا عادل. نعم نعم زميلي، تفضل عادل، لأنه الصوت اختفى، تفضل. طيب، آخر تطورات قضية كما قلت، قضية الطفل المفقود أحمد بوخاتم التي تدخل يومها السادس على التوالي، هو انتقال وحدات الحماية المدنية من البحث والتمشيط بغابة البزاز إلى البحث بالآبار والمناطق المجاورة للسكن العائلي. أيوة. الفرقة السينوتقنية كذلك المخصصة للبحث باستعمال الكلاب المدربة تختفي أي أثر مع الأسف. عادل مرة أخرى، معليش عود لنا الجمل الأخيرة لأنه الصوت يذهب ويعود. طيب طيب، قلت لك زميلي قادر أنه كذلك. طيب عادل معليش، بلك المكان الذي تتواجد فيه الشبكة ضعيفة نوعا ما، إذا ممكن تغير المكان وسنعيد الاتصال بك. أحمد بوخاتم كما قلت عمره 6 سنوات، مختفي منذ 5 أيام، اليوم هو السادس في واقع الأمر في غابة البزاز. بعض الفيديوهات، صفحات، حتى أطالع صفحات تتعلق بأخبار تيارت نيوز وأخبار تيارت وغيرها، كلها تتحدث عن هذا الطفل أحمد بوخاتم. كاين فيديو أيضا لعناصر الحماية المدنية تقوم بتوجيه المواطنين إلى عمليات البحث، فتقول بأن هنالك فرق للجيش، فرق للحماية المدنية، للدرك، استعمال لكل وسائل البحث، ولكن حتى الآن يبدو الأمر صعب جدا. عادل مرحبا بك مجددا، تفضل أكمل تفاصيل الحادث. نعم، قلت لك زميلي قادة أنه الانتقال وحدة الحماية المدنية من البحث والتمشيط بغابة البزاز إلى البحث بالآبار والمناطق المجاورة للسكن العائلي. كذلك الفرقة السينوتقنية التي خصصت في البحث باستعمال الكلاب هي الأخرى لم تختفي أي أثر، إلى جانب المروحية التي خصصت في البحث كذلك هي الأخرى لم تسفر عن أي نتيجة لغاية الساعة. الجديد فقط في القضية هو تعميق تحقيقات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الداريس لتشمل عائلة الفقيد، أقرباؤه، وحتى الجيران من المنطقة لفك هذا اللغز الذي يبقى لحد الساعة محيرا. مع ذلك كما سبق وذكر زميلي أن جهود الجميع تبقى متواصلة وبنفس الوتيرة، كل التشكيلات الأمنية من الدرك الوطني، الجيش الوطني، وحتى الحماية المدنية وجمعيات المجتمع المدني تواصل عملية البحث، والآمال
تبقى معلقة إلى حين ورود أي خبر. نأمل زميلي. طيب أنت قلت أن عملية البحث توسعت إلى العائلة والجيران، ونعلم عادل بأن الطفل أحمد عائلته من البدو الرحل، يعني هم يقطنون في خيمة هكذا، يقطنون في خيمة، يعني على مقرب الخيمة على مقربة من الأخرى، يعني جدوه في عموه في أخواله في يعني في نفس يعني كاين العائلة الكبيرة، العائلة الكبيرة في منطقة أو دوار ولا الجبال بالضبط. طيب والآن عملية البحث هل شملت حتى، هل هنالك يعني اشتباه في آبار في مناطق معينة يمكن أن يذهب؟ لأنه أنا شفت على الحماية المدنية قال أنه من الصعب أن طفل يصعد إلى الجبل، الطفل في عمره يبقى دائما في نفس المكان الذي يتجول فيه في العادة أو يقوم برعي الغنم أو غيرها. وهو كذلك زميل قادة، ولذلك انتقلت عملية البحث من والتمشيط في غابة البزاز إلى المناطق المجاورة المشبوهة لتشمل الآبار يعني الموجودة بتلك المنطقة. يعني كان فيه عملية بحث يوم أول أمس عن في بئر بعمق 30 متر، وتبقى العمليات متتالية يعني في الآبار إلى غاية يعني تقفي أي أثر ممكن يحل لغز هذه القضية. طيب نرجو يعني إن شاء الله تكون النهاية سعيدة، واللهم رده إلى أهله سالما هذا الطفل الصغير. نذكر أيضا أنه من الصم البكم، من فئة الصم البكم. يعني فقط زميلي في هذه النقطة بالذات زميلي قادة، أنه الآراء يعني تعددت سبق وأن أجرينا يعني تصريحات مع عائلة الطفل. الوالد يقول بأنه ولده ابنه هو من يسمع لكن هو لا يسمع لكن ينطق، لكن في نفس الوقت أخ الضحية يقول العكس تماما. طيب ولذلك يعني فيه طيب معليش هو في كل الحالات يجب أن نبحث عن أبو خاتم أحمد، وعملية البحث تتواصل عنه لليوم السادس على التوالي، وكما قلت توسعت إلى مناطق أخرى وإلى عائلات وجيران حتى يكون هنالك ربما أمل، لأنه حتى الآن لا يوجد أي دليل على أي شيء ولا أي أثر للأسف الشديد. طيب يعطيك الصحة عادل مواسن، نتابع معك هذه القضية في برنامج كلام مباشر يوميا. يعطيك الصحة عادل، تحياتي، شكرا. وكما قلت إن شاء الله تكون نهاية سعيدة لهذا الاختفاء الغامض للطفل أحمد. وعلاش بدينا بها البرنامج؟ لأنه اختفاء طفل يجب أن يكون قضية رأي عام، ليس أمرا عاديا البتة. وأيضا مثل حوادث المرور ولينا نتعامل معها كأعداد ضحايا، 6 7، ليست قضايا تتصدر واجهة الإعلام ولا البرامج ولا صفحات الجرائد الأولى. فهذه هي القضايا التي يجب أن تكون تصنع أولوية الناس. هذا الطفل أحمد هو الآن بمثابة ابن كل الجزائريين، يعني يجب أن يكون لدينا دعاء مشترك، ويجب أن يكون لدينا تحرك واحد للبحث عنه بإذن الله. إن شاء الله يعود يولي لعائلته قريبا إن شاء الله.